في مشبانجي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كريم بن عمر في الميكرو. مرحبا بكم في جواجم الحصة الوحيدة في تونس في كامل العالم العربي اللي تعدي الموسيقى هذه، الموسيقى البديلة. بديناها بتوينتنا بغنيت الله يشافي، واليوم في الساعة الأولانية تاع جواجم ضيوفنا هما بتوينتنا من المغرب ومعانا اون ديريكت أوبيز. عسلامة أوبيز. السلام عليكم. شحوالك؟ صافا كريم؟ الحمد لله. وانت؟ صافا الحمد لله. صافا الله يبارك فيك. ميرسي بور انفيتاسيون. يا ولدي نورمال، نعطى ملي بدينا ليميسيون هذايا نعطى في شهر سبتمبر اللي فات، ونجم نقول لك اللي الغنيات نتاع بيتويناتنا تعداو بزاف كيما تقولوا انتوما. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا ولدي ما غير مسيا. نرجع توا للأصل، نعرفوا اللي تكونتوا في عام 2011. حبيت نعرف حاجة، نعطى صارت سيسيون نعطى ما بين انتوما، كنتوا في يوبا وبا سبيريت وخرجتوا، نعطى احكي لك كيفاش بدات نعطى القصة تاع بيتويناتنا. لا في يوبا وبا سبيريت، احنا باقيين في يوبا وبا سبيريت مع الجيتاريست اللي معايا عبد الصمد. اوكي. يوبا وبا سبيريت باقيين سنين. قبل كنا في جروبات مبدلين، كل واحد فين كان كيلعب. انا كنت كنلعب في برقا، عبد الصمد كان كيلعب في نيكروس، الباسيست اللي معانا كان في جروب امريكان سميتو كراش كارما. كل واحد كان عنده لو باركور ديالو ارتستيك، ولكن كنا صحاب، كنا ديما كنتلاقاو فيما ما كيكونش كونسيراج ولا شي، كنتلاقاو كنشربوا قهوه كنتذاكروا كنضحكوا، وقلنا جالسين اللهم نسجلوا شي مرصوات ونضحكوا بعضياتنا. والقصة بدات في الانترنت بحال الضحك، وباقى لحد الان ضحك. احنا المرصوات ديالنا في الانترنت في يوتيوب وسيتيرا، والناس عجبوهم وداك الشيء. هي باش 2011 ديسيدينا باش نديروا باند سميناها بتويناتنا، وهذا الشيء اللي كاين. الحاجة اللي نعطي تميز بيتويناتنا في المجموعات الكل نذولي اللي موجودة نعطيها في كامل العالم العربي، ونذولي حتى نعطيها مفهميش برشا مجموعات في العالم متاع روك ولا ميتال وحتى تاع أي نوع موسيقي، اللي انتوما نعطيها عندكم في الكلمات جسم الضحك، عندكم الهمور كما مثلا توا في الله يشافي عندي رمي في ركيب، نعطيها واو، نعطيها كيفش يجيكم الأفكار الجهنمية هذية. هذا هو الضحك ديالنا ديال كل نهار. الضحك مزيان للصحه ومزيان للمورال ومزيان بزاف الحوايج. الضحك هو اللي جا معنا حنايا بعداك كاصحاب، ومع اصحابنا كاملين ما كاين غير الضحك والنشاط، بلا ما كيفوج ويقول داكشي اللي عنده. كتبقى القصص اللي كنعاودو هو دوك الحوايج اللي كيضحكونا في الحياه اليوميه، في الحياه بعدا في داكشي اللي كنعيشو في المغرب أولا في العالم العربي كأجمع. كاين شي مواقف اللي كتكون مضحكة كتضحكنا، وداك شي حوايج اللي كتكون زعما غيديكول، وفوق كتزق مضحكات في الاخر. فهمتي؟ على بال مورتو ديال الله يشافي الماء في ركابي، حنا دوك الاعتقادات كيكون عندك الماء في ركابي، هذا كيتسمى مرض. ممكنش يكون عندك الماء في ركابي. واش فهمتي؟ دونك فوالا سي دي بتيت زيماج اللي كيضحكونا حنايا، وكنحاولوا نبارطاجيو مع البوبليك ديالنا. وفوالا سيغ ان فون دو روك ميتال، سي سا ان فات لو كونتراست بوت سي كو تول موند ساتون كو ساسوا ان غرو غروب دو ميتال فايت لي كليشي ديال حنايا كاين. نقول لك حاجة، اللي حكيت الماء في ركيب موجودة حتى في تونس، راهو نعطيها فما معتقدة يتقدمة ولي واحد تكون شبيك عندي الماء في ركيب، نعطيها هذيك هي، نعطيها يذولي حاجة يذولي نعش، يمكن اعتقاد مزيغي قديم، يمكن نعطي حاجة موجودة في المغرب العربي الكبير. سيدي زيكسبريسيون ايماجي كيعطوك واحد الصوره باش يشرحوا لك شنو هو المرض. احسن راكورسي هو الماء في ركابي، صافي كتجيك الماء صافي كتعرف بان عندك مرض مزمن. فوالا
بتوينيتنا دونك قلت لي انت من وقتاش ترى مع اوبا اوبا سبيريت؟ علاش السؤال هذا؟ خاطر نذكروا اللي اوبا جاو في تونس معناتها لعبوا في الفيستيفال دو غيتار اف ام جي وقتها 2005 2006 حاجه من هكا. انت كنت معاهم؟ انا كنت معاهم في المره الاولى ومن بعد عاودوا رجعوا. انا ما بقيتش هو بقى المهم كنت مشيت نعيش في فرنسا جيتي اوبليجي دو كيتي. من بعد جاء عثمان اللي خذ البلاصه ديالي ومن بعد كملوا عاودوا رجعوا داير لعبوا في قرطاج يمكن لعبوا في الفيستيفال ديال قرطاج ودار نارمو. عاود رجعت صدق عثمان هو اللي مشى عايش على برا وعاودت رجعت لهوبا. هوبا احنا صحاب من شحال هادي وفاميلا وخا بموسيقى ولا بالموسيقى كنتلاقاو ولادنا كيعرفوا بعضياتهم دونك فوالا. هوبا ساكونتيني توجور وحنا دابا خدامين كنصوبوا في بروجيات جداد ان شاء الله دونك فوالا. وي حاجه خاقه العاده قولي تا سينو وي قول لا قلت لك شنو الجروبات الاخرين كاين اللي حبس بحال دابا ميكروس ما بقاوش كيلعبوا درك ما بقيناش كنلعبوا. سعيد اللي كان عايش في امريكا هو الباسيست ديالنا رجع ما بقاش مع كراش كارما مي فوالا دونك لا في كونتينيو وحنا خدامين نتفرقوا. حاجه بيه في المغرب اللي فما سين نعطى كبيره ياسر وهذا يظل لي نعطى حاجه مهمه ياسر سيده نعطى في المغرب نعطى هو البولفار دي جون ميوزيسيان اللي بدا بون عرفت كي ماركه ديما احنا عاملين كونكورونس هكا ما بين توينس اي احنا ديما عاملين كونكورونس ما بين توينس والمغاربه. انا عرفت نتاع شكون عمل حاجه قبل عرفت شكون بدا الحكايه بون هي نعطى كانت موجوده قبل اختش بدا هو البولفار يظل لي نعطى اون باراليل هو الاف ام جي فيستيفال ميديتيران دا غيتار وقتها في تونس. اما الحاجه المهمه اللي البولفار قاد متواصل ويظل لي البولفار نعطى كيما نعطى عمل ديناميك كبيره في المغرب نتاع كرياسيون دو جروب برشا شباب عملوا مجموعات باش يشاركوا في البولفار توما منهم دايا وي وي سيفري هادشي كلشي كاين حيت بلا البولفار ما كانش غيكون هاد 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 ليفوليسيون كاع ما كانش غادي تكون. صافي حنا اوتوك جروب كاع الجروبات اللي كاينين اللي جايين من كازا جايين من كاع المدن ديال المغرب عاونونا بزاف لان ديجا تاقوا في لي كاباسيتي ديال الجروبات باش يتكونوا ويقدروا زعما ايفولوي ويبداو يديروا دي كونسير عطاو لي موان فينانسي ولي موان فينانسي لي موان زعما خشبه فين غادي يطلع كيديروا لك ان ترامبلان سكون ابل ان ترامبلان ديك الساعه سي اون سورت دو كومبيتيسيون اللي باش كتطلع لك النيفو باش كتخليك تخدم عاوتاني اكثر. من بعد كبر بدا كيكبر حتى ولا فيستيفال من اكبر الفيستيفالات في المغرب. ولكن البولفار كيبقى ديما عنده واحد لام اللي معمره غتبدل ما لقاوهاش في فيستيفالات اخرين. ستادير هذوك 3 ايام اللي كيكونوا في ديال الفيستيفال ديال البولفار ما تخيلش معايا شحال ديال الناس اللي كيتخلطوا. المغرب كله كيتخلط وكاع اللي كيجينا من على برا وهذا المغرب كله كيتخلط وكتلقى كاع لي لوك بوسيبل ايماجينير كلشي كيطرخا كلشي كيرتاح. وكاين اللي كيجيب وليداته كتقدر تلقى عيالات في سميتو ضاربين الزيف ولا لابسين تيشيرت ميتاليكا غتلقى واحد بانك عنده لا كريب ديال البانك وصابغ شعرو بالقوص وكيشطح على الهيب هوب واحد 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 لو ميلونج انكرويابل سا كونتيني توجور و فرانشمون ميرسي لمومو هشام اللي باقين مقاتلين. صاريس كوميم ان فيستيفال اسوسياتيف فو با لوبليي و دونك فوالا باقين خدامين والله يكمل بخير. بي اون فيت انا كيفاش عرفت بيتوينيتنا عمناو تفرجت وقتها في الكليب تاع زواكا ودخت
دخت قلت واو واو يلزون زي عرفت كيفاش نجموا يعملوا نعطى حاجه كي من هذايا. بون احكي لنا شويه على دونك جوست باش نحكي دونك خذيتوا شويه كل الموسيقى لي باند التقليديين هذوك معناتها اللي يبداو في المغرب عرفت بك الجلابه وكشيشه شاشيه هذيك اسطنبولي وحتى الجيتاريست حتى الجيتاريست مقلوبه هكا كيما يعزفوا معناتها وعملت اغنيه على رمضان وكيفاش الواحد المغربي اما مش مغربي حتى تونسي كيف نعطى هو بيدو اي واحد عربي يظل لي وقت اللي نعطى كيفاش يعدي رمضان ويبدا يستنى في شقه الفطر باش ياكل ويعمل كتخمه على الماكله نعطى اللي ما يعرفش ما شافش كليب هذا وباش نسمعوا الاغنيه ثبتوا مليح في الكلام تاع الاغنيه هذه تاع زواكا يمشي على اليوتيوب ويتفرش في الكليب على خاطر حاجه خارقه العاده يا اخي كيفاش تجيكم الافكار هذه والله ما عرفش ما داكشي كيجي بوحدو الصراحه ما الجو ديال رمضان في قاع الدول العربيه غادي يكون بحال بحال كيكون حنايا الدم ديالنا سخون فهمتي كي بنادم كيتعصب كيطلع عليه الدم حنا سبيسيالمون في المغرب كي الموسيقى ديال الطرب الاندلسي كتطلق ديما كتبقى تطلق هي موسيقى رائعه ما يمكنش زعما كنا كابرين بها وما كاينش مشكل غير هو واحد القشه ملي كتبقى تسمعها اون بوكل الو اي تسمع فيها اون بوكل اي ملي كتبقى تسمع فيها اون بوكل واحد القشه كتطلع لك في الراس فهمتي والواقع ديال 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 الجو الرمضاني في المغرب هو بنادم كيكون ديما معصب ديما طالع عليه ديما مشابكات كلشي منير بيتا حتى كيوصل الوقت ديال الفطور عارف باش بنادم كيرتاح وكيبقى عاجلني شاد لي هو واحد الجو شويه فلقينا حنايا فين ندخلوا زعما داكشي ديال الضحك كنعاود القص داكشي اللي كيوقع كل نهار في الشوارع في الحياه اليوميه اللي كتعيشها في رمضان في سير واحد الموسيقى اندلسيه اللي ملعوبه روك وميتال دونك فوالا زعما لا غوسيت لي با كومبليكي سي سامبل والناس عجبوهم وتورينا كليب عند الوالده عندي هي اللي عندها داك الجليج التقليدي وداك الشيء في الصالون عندها قلت لها شوفي انا غادي نجيو الدراري صحابي غادي نتورنيو الكليب هنا عطينا الرضا ديالك تفرجات في داك الشيء قالت لي هادشي كيضحك الله يرضي عليكم اولادي صافي هذاك هو الربع الحال ديالي صافي هذاك المهم باي نسمعوا مالا توا زواكا ونرجعوا بعد شويه احنا ما بعدنا حتىش العشاء تاع الليل ضيوفنا اليوم هما بيتويناتنا وضيوفنا هو اوبيز من بيتويناتنا ديما نقول لكم الكليب هذايا اوكي الاغنيه هذايا تسمعوا حاجه اما تشوفوا الكليب نتاعها امشيو نعطيك كيتوفى الحصه كيتوفى الانترفيو هذايا امشيو شوفوه على اليوتيوب حاجه تدوخ خاصه وقت اللي تسلك الهبله عرفتك نجم نقولوا اللي الكليب هذاك كان مهم لبيتويناتنا باش تعرفوا اكثر في المغرب احنا ديما كنحاولوا نديروا كليبات باش بنادم يتفرج ويسمع او ميم طون زعما على حسب المستطاع ديالنا حيت بعض الخطرات لا برودكسيون دان كليب سا دوموند بوكو دارجون بحال دابا الله يشافي سي با لا ميم شوز الله يشافي يافي اون غروس ايكيب اللي صوبات الكليب وداكشي وتقام زعما دي مويان فينونسي زواكا لا زواكا زيرو درهم زواكا في الصالون عند الوالده كاميرا وحده بلون فيكس جلال عندنا طرابش عندنا صافي هادشي اللي كاين اي اما هذا يوري اللي تنجم تعمل حاجة طيارة جيست عندك شوية مخ معناتها شوية إيماجيناسيون يعني exactement أنا شفنس il faut pas compliquer les choses حيت بعض الخطرات يسوفي جيست de montrer l'ambiance ولا l'univers اللي بغيت إكسبريمي و صافي finir par passer شفنس حيت ما فوالا ما الموسيقى كتبقى وسيله ولكن حتى الميساج هو محتاج للموسيقى واش فهمتي سي كومبليمونتير
ملي كتزيد عليهم ليماج صافي كتكمل زعما لي دي جينيرال اللي باغي تفيكولي و يفو با يفو فا اونكور اون فوا يفو با سبروند لا تيت باش خون لا تيت فو يسي تروف لي سوليسيون لي بلو اللي نقدروا نديروهم حيت سينو ما عمرنا غنديروا شي حاجه. لا خاطر معناتها ما تحاولش تعمل كليب كيما مايكل جاكسون ولا ميتاليكا، وما بيدهم ميتاليكا معناتها ما عادش عملوا كليبات براتيكمون ولا يعملوا دي ليريكس فيديو دونك. اكزاكتومون سي با بحال دابا الباسيس ديال ميتاليكا في الجزائر قال لي هاك 1 مليون دولار وخذ 200 باس هي ديالك وغتجي تلعب في بيت ولا نقول لك واش كتعرف تلعب هاك واحد 20 درهم وسكت. اي اما بون الكليب هذايا جوست باش نرجع لك للسؤال معناتها هل هو معناتها كان خلى معناتها بتوينت انت تعرف اكثر ولا معناتها كنتم معروفين معناتها ديجا في المغرب معناتها باش تبداو اكثر الشعبيه؟ دابا في الاول المرصوات الاولين كانوا في الانترنت كان داكشي بخير. ملي درنا الكليب ديال الله شافيه هي فين طلع شويه طلعوا لي فيو وطلع زعما بدا كيتبارطاجا في لي ريزو سوسيو. اوكي ومع وكتا هي عاوتاني لا ميم شوز. انا خاطر تو معناتها قعدت تبع فيكم شويه الاسابيع معناتها اللي تعديت ولا الاشهر اللي تعديت معناتها انتم تبارك الله معناتها قاعدين تعملوا برشا حفلات في المغرب وشفت براتيكمون سيدي معناتها اذا كان في البولفار فما كونسير لايف عملتوه معناتها قدامكم برشا 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 عباد معناتها سكي فو دير لي بيتونيت يجيوها العباد في المغرب. لا بخير الحمد لله الببليك ديالنا كيجي واخا الناس ما كيعرفوناش هما كيعاودوا يتصنتوا هذا بالنسبه لنا فخر لان ما تنساش بان لا باز ديال الموسيقى سي دو ميتال واش فهمتي سي دو روك اون جينيرال. دونك لو روك ديجا في لا كولتور ديالنا المغربين ما كيدوش كي اوتوماتيكمون كيقول لك الصداع الوغ كو راه سي لي ميم نوت راه دو ري مي فا صولا ومن بعد كتعاود ترجع للدو سي لا ميم شوز غير هي دابا لومبيونس الي ديفيرونت دي فوا سا بو ايت شوكو مي فينالمون سا باس اي علاش تو سامبلومون حيت كيما قلت لك قبيله تي راكونت اون هيستوار كدوي بالدارجه واش فهمتي ما كنغنيش بلونجلي انايا ولا بشي لغه اخرى اللي ما يفهمنيش المغربي او لا ما يفهمنيش تونسي فهمتي الا كنت تونسي خصني نغني بالتونسيه الا كنت جزائري نغني بالجزائريه فهمتي كل واحد يغني باللغه ديالو لان الميساج مهم. حنا واخا زعما ماشي شي حاجه كومبليكي ولا هذا كاين غير الضحك راه كيدوز ولكن اللور راه كاينين جيتارات ديستورسيون وداك الشيء فهمتي دي كرو غيف مي فوالا فينالمون زعما سي با معرفش حنا سي كوم سا كون فونكسيون اي اون سخون با كونت بوتيت مي ا شاك فوا فيما كنمشيو شي سان كبيره ولا صغيره كنلقاو الناس حافظين وكيغنيو معاك لي بارول هذاك هو الربح اللي عندنا حنايا وصافي هذاك مهم ياسر وخاصة نوبيز اللي لازمنا نعرفوا منين جايين معناتها نذكروا اللي الغوك وخاصة في الميتال وبدات الحكايه في المغرب معناتها باش من بعد معناتها انتشرت في جيتنا حتى في تونس ا مومون معناتها ما سلكناها سيدا كيف في الاردن برشا حاجات معناتها فما ولاد معناتها تظلمت في المغرب في 2000 وما بين 2000 و2010 على حكايه عابدين شايتين جوستومون على الحكايه هذه وقت اللي هي معناتها ما لا علاقه يعني هذه المهم غتبقى في تاريخ ديال ليستوار ديال الموسيقى ديال المغرب لان وقع غلط كبير داير الناس اللي كانوا تشدوا ريبوك لي 14 ميوزيسيان المهم كنسميهم لي 14 ميوزيسيان راه باقيين كنتلاقاو معاهم واحد بواحد وكاين اللي حبس الموسيقى وكاين اللي باقي كيلعب عبد الصمد راه باقي معانا في كاين لي سا شانجي سا في سا شانجي سا في حيت باسكو سي با فاسيل دت انكولبي هكاك غراتويتمون حيت انت كتلعب موسيقى وكتعجبك هاد السيل ديال الموسيقى زعما المهم
هذه فوالا سي اون غروس سي اون غروس ايغور ليستوار ديال الموسيقى المغربيه. سي دوماج مي سي كوم سا دوبي زعما دوبي لافير دي 14 ميوزيسيان زعما كلشي كان نيس، ولكن الحمد لله دابا هي دو بلوز اون بلوز دو جروب دو بلوز اون بلوز دو جروب اللي ولاو في فورما نيفو طلع الحمد لله. دابا ولاو دي بروغراماسيون في دي سال او لا في لي فيستيفال، داكشي اللي كيلعبوا 100% ميتال فواغ ميم بلاك فالمهم تراش اكسيتيرا. دونك فوالا سي المهم دازت في ليستوار نتينا. دابا حنا دزنا لحاجه اخرى الحمد لله. الحمد لله. والمهم هو بنادم يتعاون يطلع، نحاول نطلعوا النيفو لبعضياتنا. الا كان شي جروب زعما اللي غادي خدام وداك الشيء خصني اونكوراجيه باش ما قديش باش ما استطعت والله يجعلني غنمشي نتفرج في الكونسير ديالو ولا تلاقيت معاه نقول ليه تبارك الله عليك كمل. هذا هو جو بونس اي ميوزيسيان محتاج لهذا لونكوراجمون هذا، وسيرتو صحاب الروك والميتال، لان المهم كما قلت لك صافي با باتي نوت كولتور مي صافا فنيغ بشويه لي جون يفو كومونس ا فير لا ديفيرونس اونتر فولكلور ولا بوب ولا الهيب هوب ولا التراب ولا فينالمون سا ريست كو دو لا ميوزيك. واش فهمتي سي حنا محتاجين لهذا الشيء باش بنادم يفوج وي وي ويضحك وينشط وينسى هو باش نقول لك حاجه اوبيز اوكي هي معناتها تاريخ اسود في تاريخ المغرب في الموسيقى وخاصه في الروك والميتال. اما كيما قلت لك معناتها صارت الحكايه في مصر في الاردن وخاصه في تونس. نذكر انا 5 سنين تالي راسات اللي مشيت التالزه باش نحكي معناتها في ميسيون برايم تايم نص ساعه كامله وهي تسال فيا في ياسر المناشطة معناتها باش تقول لي باش وانا نحاول تقول لي يا اخي كي تسمع انت الموسيقى هذيا شو اللي تحس؟ انا قلت لها ليه معناتها كي تسمع الموسيقى هذيا انا نحس كيما وقت اللي امي تسمع امينه فاخت ولا ام كلثوم وكهو سي تو معناتها هي كلها موسيقى فوالا تو سامبلومون. بي تو باش نسمعوا دونك سنا ديجا بديتوا تخرجوا في الاغاني جدد، فما غنيتين ديجا خرجوا اخر واحده ما عندهاش برشا بالاميزيغية اون بلوس زويكا كي سمعنا قبيليك باللغه العربيه الفصحى اما هذا اكال بلا ميزيغية. احكي لنا شويه على الغنيه هذه. الوغ المورسو الاخراني سميتو اكال بالامازيغيه، هي الجذور، هي الارض، هي الارض، هي التراب. والمعنى ديالها هي كل واحد خاص يلقى الجذر، يتفكر الجذر ديالو منين جاي، غادي يفو غوتروي فا سي راسين. سا مورسو كي ايتي كومبوزي باغ الباسيست سعيد دمحة كي دوريجين بيرفير دو فان فوالا فان اونتر بارونتيز، وهو اللي كومبوزا وكتب داكشي. ومن بعد سمعوا لينا قلنا له ديها سير خرج وما كاين حتى شي مشكل. دونك عاودنا في لا برودكسيون داكشي، وعاونونا الدراري ليكيب باش خرجناه ومشينا معاه الفيلاج ديال جدودو في تفراوت في لو سود ديال المغرب. انا بالنسبه لي سي لا بروميير فوا اللي غنديكوفري زعما لونفيرونمون ديالو. اي اون ا باسي واحد لي 3 جوغ مانيفيك مانيفيك، هي فين تورنينا دوك لي زيماج و دونك فوالا. سي ان بو ديفيرون من لو روجيستر اللي كنديرو ديال بيتويناتنا، مي بيتويناتنا سي سا سي فوالا اون راكونت دي زيستوار. وهاد المورسو هذا اون لوكورونس مغني بالامازيغيه، والميساج جينيرال هو ما تنساش الارض ديال جدادك، وما تنساش منين جاي، واخا تكون مشيتي لاي دوله ولا اي مدينه ولا شي حاجه ما تنساش زعما الاصل ديالك. دونك فوالا نسمعوا بيتويناتنا في اخر اغنيه نتاعها اسمها اكال مع كريم بن عمر على ديوان اف ام. وضيفنا هو اوبيز بيتويناتنا، مجموعة بيتويناتنا، مجموعة مغربية. دونك من بعدنا ما نحطيش العشاء تاع الليل. اوبيز اخي شنو الحكاية؟ عقلتوا عملتوا عقلكم اش فما يا اخي في العادة طيحتوا في التامبو بالكدا يعني كبرتوا شوية كبرتوا لا أبدأ. لا هاد المورسو هذا ما نقدروش نديرو شي اومبيونس اخرى من غير
الفولك فولك روك وفوالا هادشي اللي خرج زعما اترافيغ قمح الباسيست. قال لك هو كومبوزا بالجيتار اكوستيك وفوالا ما كناش غادي نزيدو فيه شي حوايج اللي ما يصلحو حتى شي حاجه. وتا السوجي تا هو سوجي لي توشون إلي فاست. المهم كاين زعما كاين احاسيس بلوس كو امبيونس ديال الضحك والنشاط والحيحه وهذا ما دونك فوالا. هذا هو الشوا اللي درنا والفان جو هذيك السولوغيتي بيغبير وليزيماج ديال تافراوت الفيلاج فين جدود قمحة كاينين. دونك فوالا حاجة من الحاجات اللي تشبه بين تونس والمغرب حاجة إذاية نعطها كيف القرى نعطها لي فيو فيلاج نعطها الأمازيغية نعطها اللي تلقاهم نعطها موجودين في جبل هكا نعطها في بلايس كيما عنا برشا في وسامي كيما هكا سادة تاع مدن نعطها فراوت نعطها اللي فهم حتى في هنا نعطها في الكابون ولا في السود نتاع تونس نعطها برشا دي في نعطها مدن اللي هما عندهم طابع أمازيغي قديم. وعليش نعطها احنا والمغاربة انا برشا عن برشا حاجات بوكو تشيزون كوما يعني وي اكزاكتومون سي سا اي سي امبورطون حيت بلا ما نشعروا دابا حنايا اللي عايشين في المدن الكبار وهذا كتنسى شويه ديك لومبيونس ديال الطبيعه و تل الروائح حتى لي زودور سا شانج. دابا اتاي الشاي عندنا حنايا كتبدل الريحه ديال النعناع الريحه ديال كلشي كيتبدل اللبس كيتبدل الناس كيفاش كيرحبوا بك باقيين النيه ودخول كل مرحبا وها انت ونعس وهذا هاد الحوايج هادو مهمين نعقلوا عليهم لان كيعاونوا يردونا للهيومانيتي للمغرب العربي كيف ما حنايا كنرحبوا ببنادم وشمتي بعقرات كنساوها وهاد العباده مهم باش واحد يرجع لاصلو. تو نعطى خرجت غنيتين سناء تو نسمعوا بيتين جدتني بعد شوي. شنو نعطى هذا نعطى داخلين في بوليتيك جديده داخلين في اذا لي ضيعناه ما نعرفش اذا كان مازال معانا دونك وبيز اوكي كول الو اي رجعت سي بون مريقل وبيز نعطى توما توا محضرين برشا غنيات نعطى باش توريونا بشوية نعطى غناية في الشهر غناية في كل ست خمسة ست جمعات عاملين بوليتيك ولا اش صاير نعطى حسيتكم كاينكم توا نعطى جايين بحاجة جديدة يعني حنا خدامين كل خطرة يخرج مرسو ما عندناش لا بوليتيك ديال الالبوم ولا كنخرجوا مورسو بمورسو كل مورسو ما كيشبهش الاخر و دونك فوالا فاسيتي سونوريتي ديفيرونت كل حاجه بوقتها فهمتي كنخرجوا مورسو بمورسو وديك الساعات شي اللي هذا هو المود دو فونكسيونمون ديالنا. عندنا مورسوات سجلناهم في الوقت ديال الكونفينمون من جوست مورا الكونفينمون جالسين ما كاين ما يدار اللهم قضينا الغراض. حنا خدامين فيهم شويه بشويه منهم اكل اللي خرج ومنهم بيتونا ثاني حتى هو اللي تلاح ديرنيرمون وكاين شي حاجه قريبه ان شاء الله شي حاجه قريبه يكون فيها الضحك والخلعه اي خاطر هذاك اللي باش نقول لكم نعطي وليتو سيريو شويه نعطي لازم الواحد التريد مارك نتاعكم الماركه المسجله نتاع بيتونيتنا هي فريمون هذيك نعطي الفكاهه الضحك باش نقول لكم نعطي سي دوماج اذا كان تبعدوا على الحكايه هذه. لا ما يمكنش نمشيو لشي حاجه اخرى من غير داكشي اللي كنعرفو نديرو. وما دي فوا كنفاريو دي فوا على حسب لومبيونس ديال المورسو ديال الفيلينغ اللي جانا في ديك الوقيته. مي سينو يبقى ديما الضحك واخا يكون لو مورسو لو بلو سيريو ديال لا بلانيت ديما خصها تلاح شي اكسبريسيون غيكون فيها الضحك. هادي ما كنقدرش خصها بدا تخرج. سينو كاين شي حوايج جايين ان شاء الله فيهم الضحك. اوكي قلت عليها قبيلك باش نسمعوها توا بيتوينيتني احكي لنا شويه عليها.
هذا واحد مورسو سجلناه في هذوك المورسوات اللي فاش كنا في الوقيته ديال الكونفينمون ديال الكورونا وهذا كيعاود على ليستوار ديال الجيران ديال لا سيتواسيون بدات في حنا واحد القيته كنا كنسجلوا في واحد في لابارتمون عند سعيد وجا الجار كيدق زعما ما كاينش شي صوت زعما مجهد وداك الشيء كيجي يدق عليك الجار وكيقول لك لا وانتوما كديروا هذا دونك ديجا هو كيجي يجيك قبل ما فهمتي باللبس ديالك في الموسيقى ديالك كيجي يجيك وهي تخرج مورصه. دابا حنا كندويو على المشاكل اللي كيقدروا يوقعوا ما بين الجيران اللي كتكون ساكن في مدينه ملي كتكون ساكن في موبل في ايمابل وقت القديمه واحد الجار اللي ديما ما عنده ما يدار مقابل لك غير انت هاكا دير شي حاجه كيقول لك لا حقا وهو كتلقاه اغلبيه الاحيان اكبر زعما حتى هو كيدير شي زبل ما فهمتيش شنو نقول لك دونك فوالا هذه الاستوار ديال المورسو كتعاود على المشاكل اللي كاينين ما بين الجيران و فوالا فالمهم شي حوايج اللي كنعيشوهم كيعيشوهم كاع المغاربه وش بونس كاع المغرب العربيه نسمعوا بيتويناتنا في بيتويناتني ثم تسمعوا في جواجم ومعنا أوبيز اون ديريكت من المغرب مجموعة بيتويناتنا اللي يقول لك شنو هذه كلمة بيتويناتنا جاي من بيتوين عطاها من بين وما بيناتنا ولا تو سامبلومون هذيك هي بيتويناتنا عطاها ما بيناتنا أي وقت في تونس وديز وقت ماش بغيت أخويا ما كرهتش أنا والله ما كرهتش ان شاء الله الا كان شي انفيتاسيون غران بليزير ولا غران بليزير باش نقول لك حاجه معناتها انا قاعد نعمل في لوبيين كويس انا معناتها اللي نعرفوا منظم تاع حفلات يا والدي بيتويناتنا يلزمهم يكونوا في تونس معناتها بون على واحد على مانيش لاني منتج لاني واحد لاني رابح فيها حتى شيء جوست معناتها ماذا بيا نشوفكم في تونس على خاطر نشوف الهبله نتاعكم سيغ سين اون فيت الله يحفظك ميرسي بوكو كريم سي جونتي وتا حنا ما كرهش نتلاقاو الا جيتي ان شاء الله المغرب ولا جاو اي واحد اللي جا المغرب مرحبا به وفوالا المهم ديك الساعه لي زورغانيزاتور هما اللي كيديسيديو سي جامي اون انفيتي اون سخاري بروميير فينير ما كاين حتى شي مشكل هو البولفار في جوان في بيليا في مي ولا في جوان حاجه هكا والله ما عرفتش ما باقي ما كومونيكاوش لا دات ديال تراديسيونيلمون انت في العاده كيكه في بالي قبل ناش وقتاش تولد لا يمكن ديكوراسيون بقاش في جوان يمكن سبتمبر اوكي سبتمبر ولا مارس اكتوبر وي علاش لي نعطي كنا كنجي نتفرج فيكم في البولفار نعملوا واحد جوجم سبيسيال بولفار وديز ميرسي بوكو voilà et c'était un plaisir نشكروك على السوا اللي عدينا مع بعضنا تعرفنا اكثر عليكم دونك pour l'invitation ou magnifique émission donc voilà à distance le téléphone وانا عيني خشين وكنقلب على لا حكا كاميرا هذا ماشي مي ان شاء الله نتلاقاو في شي ساعه اخرى يا اما في المغرب يا اما في تونس و كنتمنى لك التوفيق اخويا في ليميسيون ديالك وكنسلم على الناس اللي كيتصنتوا لينا في تونس ومرحبا كاملين الى جاوا ان شاء الله وكنا لاعبين حنايا في المغرب ولا جينا لتونس ديك الساعه على الحفله الحيحه نوض كيف ما كنقولوا في تويلاتنا الحيحه نوض اي ان شاء الله تجيو ان شاء الله تجيو في تونس في مهرجان المهرجانات اخر اغنيه باش نسمعوها نتاع بين تويلاتنا هي الهندية اللي مغروم بالهندي وبالمشاكل تاع الهندي وليك البرشا هندي يعرف نعطي المشاكل اللي نعطي انتم اللي خصهم في غنية هذيك شو اللي كاين هذه أغنية مضحكة مهم الضحك والنشاط ديما كاين كان الهندية راك عارف إلا كليتي وحدة راه بنينة إلا كليتي جوج بنينة تاهي إلى كليتي عشرة كيف دول المشاكل كيف دول المشاكل كتجيري
تونجيني راه تقدر تاكل 20 ولكن خاص يكون عندك شاك ماهيه. ميرسي بوكو ديز بسلامه.